مرحبا بكم مشاهدينا في علومكم تحت شعار نتشارك للغد. تحتفل دولة الإمارات اليوم 28 من أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام ليكون يوما وطنيا للاحتفاء بالمرأة الإماراتية وبإنجازاتها ومساهماتها وطموحها غير المحدود في دعم مسيرة ونهضة دولة الإمارات. انطلق اليوم العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الإمارات، وتوجه نحو 1,200,000 طالب في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الحكومي والخاص إلى المدارس. وبهذه المناسبة أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة توعوية صحية تمتد حتى 31 من أغسطس بهدف تزويد الطلبة وأولياء أمورهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتباع أنماط الحياة الصحية حين العودة إلى المدرسة. أغلقت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم باب تلقي طلبات الاعتراضات الطعون على أي من المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 الواردة أسماءهم ضمن القوائم الأولية للمرشحين، فيما تبدأ لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات غدا إجراءات النظر في طلبات طعون أعضاء الهيئات الانتخابية ضد أي من المتقدمين للترشح، وذلك للرد عليها بقرارات نهائية تمهيدا مرحلة إعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين التي تكون غير قابلة للطعن مجدداً. اقتصادياً، أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حملة لتحديث بيانات أصحاب الأعمال تحث فيها صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص على تحديث بيانات المؤمن عليهم وبيانات القائمين على إنجاز المعاملات في كل جهة على البوابة الإلكترونية الحالية للهيئة. وفي ملف الاستدامة وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، يدعم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مشاركة الإماراتيات اليافعات سفيرات اليونيسف للتغير المناخي في مؤتمر كوب 28 الذي تستضيفه الإمارات من 30 من نوفمبر إلى 12 من ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، ليكونوا قدوة إيجابية لأقرانهم ويمتلكون الخبرة لإلهام اليافعات واليافعين أمثالهم بطرق إيجابية. شكرا على حسن متابعتكم.